إذا متابعينا الكرام، كما تشاهدون الآن أمامكم على يسار الشاشة في هذه الصورة المقتبسة من أحد المنافسات في الألعاب الأولمبية ديال باريس، حيث حسب القرعة مصارع جزائري سوف يواجه منافس إسرائيلي. ونعم متابعينا الكرام، جزائري في مواجهة إسرائيلي في المنافسة ديال المصارعة في وزن أقل من 73 كيلوغرام. وحتى هذه اللحظة متابعينا الكرام اللي كنتكلموا فيها، لم يقم المصارع الجزائري بالانسحاب، ولم يتم الإعلان من طرف الاتحادية الجزائرية ولا اللجنة الأولمبية الجزائرية أن المصارع الجزائري غادي ينسحب. وهذه مسألة عجيبة، لأنه لو كان هذا المصارع اللي غادي يواجهه هذا الجزائري مغربي والزي ديالو فيه خريطة المملكة المغربية، لكنا سمعنا خبر الانسحاب منذ أن ظهرت هذه القرعة أو منذ ظهرت النتائج ديال هذه القرعة. لكن الآن حينما يتعلق الأمر بإسرائيلي، وبالرغم من كل البروباغاندا ديال نظام حضيرات الجزائر، نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، والهضرة الخاوية والكذوب والنفاق والتجارة بالمعاناة ديال الناس، حتى هذه اللحظة لم نسمع عن خبر الانسحاب. والسؤال المطروح، هل سوف ينسحب المصارع الجزائري أم سوف يواجه الإسرائيلي ولن ينسحب معه، وسوف يعتبر نظام حضيرات الجزائر أكبر منافق على وجه الأرض؟ وغادي نقرأ لكم متابعينا الكرام نص الخبر من أحد الأبواق الإعلامية ديال نظام حضيرات الجزائر التي تقول: كشفت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس نتائج قرعة منافسة الجيدو في أولمبياد باريس 2024، حيث أوقعت القرعة المصارع الجزائري مسعود دريس في مواجهة منافس إسرائيلي. ويمثل المصارع مسعود دريس الجزائر في منافسات الأولمبياد في وزن أقل من 73 كيلوغرام، حيث تأهل ضمن قائمة 18 الأوائل الذين شاركوا في أولمبياد باريس 2024. وكان مسعود دريس قد حقق نتائج جيدة خلال بطولة العالم الأخيرة التي جرت في أبوظبي الإماراتية، حيث جمع عدد لا بأس به من النقاط سمحت له بالمشاركة في الأولمبياد. وسمعوا مزيان هذه الجملة متابعينا الكرام، لأن هنا غادي يبدأ التبرير. قال لك سيدي: يعتبر المصارع الجزائري مسعود دريس من بين أبرز الرياضيين الجزائريين الذين يعول عليهم في الألعاب الأولمبية من أجل حصد ميدالية ورفع راية الجزائر عاليا. أي أنه شنو هنا؟ أي أنه بدأوا كبروا. علاش ما غاديش ينسحب؟ راه معولين عليه باش يجيب لهم ميدالية وباش يرفعوا راية حضيرة الجزائر، لكنه ما غاديش ينسحب مع المصارع ولا مع المنافس الإسرائيلي، لأن هذاك إسرائيلي مسألة عادية. لكن لو كان مغربي بخريطة المملكة المغربية غادي ينسحب بدون نقاش وبدون تبريرات وبدون لا غادي نلعبوا مع المصارع لأننا احنا خصنا نديو ميدالية وما إلى ذلك. لا 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 لا، هذا إسرائيلي مسألة عادية جدا. بالنسبة لنظام حضيرات الجزائر، فالعدو الأول دائما هو المغرب وهما المغاربة. أما تلك الشعارات البروباغاندا، نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة والهضرة الخاوية ونحن مع النيف المخنن وتقاشر إفريقيا وإسرائيل كتكرهنا وكتآمر علينا ونقاطع إسرائيل ولا لتطبيع والهضرة الخاوية، هادشي كامل ما غاديش تسمعوه الآن، ما غاديش تسمعوه الآن، لأنه بالنسبة إليهم الخطر الوجودي على حضارات الجزائر هو المغرب. العدو الأول بالنسبة لحضارات الجزائر هو المغرب. الرعب بالنسبة لنظام حضارات الجزائر هي خريطة المملكة المغربية. السعار دائما يصيب نظام حضارات الجزائر بسبب خريطة المملكة المغربية وليس بسبب إسرائيل، وهذا هو الواقع متابعينا الكرام الذي يثبته نظام حضارات الجزائر في كل مرة في مثل هذه المنافسات وفي غير هذه المنافسات، سواء في الرياضة أو خارج الرياضة. دائما ما يثبت لنا نظام حضارات الجزائر أنه معقد من المغرب ولا شيء آخر غير المغرب. أما الشعارات ونحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ما هي إلا متاجرة بالمعاناة ديال الناس، متاجرة بالمعاناة ديال دوك الناس اللي كيموتوا في قطاع غزة ويتعرضون للقصف والحصار والنزوح والمجاعة وما إلى ذلك. هذوك الناس كيعاني وكيجي نظام حضارات الجزائر يتاجر بهم فقط من أجل أن يظهر للبوصواي أنه مع القضية وكذا والروينة والهضرة الخاوية. لكن في أرض الواقع
نحن نرى الآن أمامنا على يسار الشاشة. في أرض الواقع المنافس الجزائري غادي ينافس الإسرائيلي بدون نقاش وبدون بهرجة وبدون كذا، بل الأبواق الإعلامية ديال نظام حضارات الجزائر بدأت تبرر علاش المنافس الجزائري ولا اللاعب الجزائري غادي يلعب مع اللاعب الإسرائيلي. بداو كيبرروا منذ الآن خصهم ياخذوا الميدالية، خصهم يرفعوا الراية ديال البلاد، خصهم يديروا كذا، ما يقدرش على أنه ينسحب، هذا من بين أبرز الرياضيين الجزائريين. لكن لو كان المغرب غادي ينسحب، او لو كان لاعب مغربي بخارطة المغرب غادي ينسحب بدون نقاش وبدون بهرجة وبدون يعني مبررات وبدون هضرة خاوية، غادي ينسحب منذ البداية. ولا ما انسحبش غادي تجي دقة من نظام حضارات الجزائر، غادي يتهموه بانه خائن وعميل للايادي الخارجية وعميل للمخزن، فبالتالي هذا اللاعب اللي ما انسحبش مع اللاعب المغربي غادي يتعرض لأسوأ ايام حياته، وغادي يبداو يعايروه البصبعيين والجزائريين المستحمرين، غادي يقولوا عليه انت خائن، وبداو يعايروه ويسبوا والديه ويسبوا العائله ديالو. لكن اللاعب الجزائري ما ينسحبش مع اللاعب الاسرائيلي، لا، راه عنده مبررات، خصهم ياخذوا ميداليه مساكن، خصهم يرفعوا الرايه ديك الخرقه ديال حضارات الجزائر عاليه، لان اصلا ديك الخرقه ما عمرها ما تهزات وباغي الان يهزوها مساكن، فبالتالي ما غاديش ينسحبوا مع اللاعب الاسرائيلي. وهذه هي السكيزوفرينيا العجيبه اللي عايشين فيها الجزائريين واللي عايش فيها نظام حضارات الجزائر، وهذا هو التناقض. دائما كتلقاو متناقضين في المواقف ديالهم، ما عندها حتى شي اساس، ما عندها حتى شي منطق. يقول لك حنا عندنا مبادئ تقرير المصير، دعم الحريه ديال الشعوب المضطهده وما الى ذلك من هذه الامور، لكن هذه المساله كيعرفوا تطبقوها فقط مع المغرب، فقط مع مرتزقه البوليزاريو، مع باقي المناطق الاخرى اللي فعلا كيستحقوا تقرير المصير وما الى ذلك، تلقاهم صم بكم عمي، فما كيهضروش كاع على هذه القضيه. والمثال هو هذا المثال اللي كنهضروا عليه الان، المنافس الاسرائيلي ما ينسحبوش من امامه، لكن اذا كان المنافس مغربي بخريطه المملكه المغربيه غادي ينسحبوا ويديروا منا انجاز، ويقول لك نحن السياده والسياده والهضره الخاويه وانتهاك السياده ديال حضارات الجزائر، وصدعوا لنا راسنا بهذه السياده، مع العلم ان السياده نراها او رايناها تنتهك في وضح النهار، خصوصا السياده ديال عمجد حشكم، سياده الرئيس، رئيس حضارات الجزائر، والسياده ديالو تنتهك من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امام الكاميرات وامام الصحفيين بتلك القبولات، بتلك الاحضان، بذلك المشهد المهين، ذلك المشهد المذل اللي صدعوا لنا راسنا كذلك البصبعيين بانهم ضد فرنسا، وفرنسا دارت ليهم وقتلت فيهم 5,600,000 شهيد وما عرفش شنو من هاد البروباغندا والاكاذيب. في نهايه المطاف نرى على ان الرئيس الفرنسي جعل من الرئيس الجزائري وكأنه دميته وكأنه زوجته وكأنه بتلك المناظر اللي شفناها الكارثية التي تعبر عن الواقع الحقيقي لحضيرة الجزائر، بعيدا عن البروباغندا والأكاذيب والخزعبلات وتلك الأمور التافهة اللي كيقوم بحشو الدماغ البصبعي التافه بها. وفي نهاية المطاف حينما يكون هناك الامتحان الحقيقي مثل هذا الامتحان اللي شفناه الآن، اللي كنشوفه الآن أمامنا على يسار الشاشة، نرى الواقع الحقيقي ديال حضيرات الجزائر. حنا غادي نستناو غادي نشوفوا واش غادي ينسحب ولا غادي يلعب معاه. وانا اقول لكم متابعينا الكرام، من المستبعد انه غادي ينسحب، لان المساله ما فيهاش خريطه المملكه المغربيه، فبالتالي بالنسبه لنظام حضيرات الجزائر ما كاينش انتهاك للسياده وهتكون لعرض السياده ديال حضيرات الجزائر. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.